تلاقيك مشاركه في العمله المهببه اللي عملها. شوفي حسب الله، انا ست في حالي ومش ناقصاك تيجي ترمي بلاك عليا هنا. تحبي يا سكينه تيجي معايا الكراكون عشان تتاكدي بنفسك انا عملت حاجه ولا ما عملتش؟ اتفضل استلم ابنك اللي كان معامه في السجن. ما اقدرش يا بيه. يعني ايه؟ مش عاوز تاخد ابنك؟ حبيبي مين اللي هياكله ويرضعه وينظفه؟ دي مسؤوليه. يرضعه ده ايه؟ انت مش عارف ابنك عمره كام؟ بقى فيه ولد عمره سنتين وبيرضع. يا باشا انا قصدي يعني انه يفضل مع عمه في السجن احسن. دي لوائح السجون، يلا خد الولد واختم، وبعد كده انت حر تاكله وترضعه، احنا ملناش اي شأن. انا عمري ما شفت اب بيحاول يربي ابنه في السجن مع المجرمين. ادهوله. وانا هعمل بايه ده كمان؟ الله، امال مين اللي هيرعيه يا سكينه؟ يا اخويا هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ مش كفايه الهم اللي انا فيه؟ ده انا بخرج من صباحيه ربنا ما برجعش غير اخر النهار بجري على لقمتكم. خلاص خلاص، انا هخلي الواد محمود معايا لغايه ما انت ترجع من الشغل. هتاخده معاك القهوه وتطلب له جوزه وسحلب. طب اعمل ايه؟ هقعده على حجري. ادي الله ودي حكمته. ولا اقول لك انا خلي البت بديعه تاخد بالها منه. بديعه دي ايه اللي هتاخد بالها من الولد؟ دي بديعه طول النهار بتلعب مع العيال في الشارع. انا كان مالي وبال الهم ده؟ واني ذنبي ايه؟ هما مش ولاد اختك. انا مالي ومال الشبكه السودا دي؟ منك لله يا فتح الله، حتى الرحمه ما تجس عليك. يا راجل يا راجل عيب عليك، ده بدل ما تشوف لك شغلانه تصرف منها على عيالك. بقيتك شغلانه انما ايه؟ بتستاهل الحلاوه. طب مش اما تقول الاول ايه هي الشغلانه؟ في راجل معرفه متعاهد تبني للجيش الانجليزي. تبن؟ وده هعمل بيه ايه؟ لا مؤاخذه اكله للبهايم. صبرك عليا، امال هتنقل التبن على عربيه كارو من المخزن للكامب؟ نقل يعني؟ ودي يوميتها كام يا مؤاخذه؟ يوميتك نص فرنك. يفتح الله، ده ما يجيش على قد همها يا راجل. نص فرنك مش احسن من عادتك طول النهار وانت شايل عيل زي الولايه والكل يتقمز عليك، وان الراجل الطويل العريض ده بتصرف عليه حرمه. طب الواد ده هوديه فين؟ سيبه عند اي جار من الجيران. ولا انتوا ما عندكوش جيران؟ طب اتكفل بمصاريف عيالك. انا خلاص القرشين اللي كانوا معايا خلصوا، ما بقتش قادره بقى على الغلب ده. يا بس انا باخد نص فرنك يا دوب يعني يكفوا الشاي والدخان. اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، عيالك اولى. ده انا مش عارفه اشتري حته صيغه احطها في ايدي. ايوه ما هاني من غير الدخان والشاي معرفش اشتغل. يعني انت مفيش فايده من وراك؟ خلاص انا من بكره هدور على اوضه اجرتها ارخص. انا ما بقتش قادره على الغلب ده. سخنة هنا ورا كراكون اللبان، وانا سور رجلي فيها كتيرة. انت متأكد ان احنا هنلاقي مطرح هنا؟ ان شاء الله، قابل لي ريف كوز مية وبعدين اسألني. بتدوري على حاجة يا شابة؟ ايوه يا اختي، بندوره على مطرح نتلم فيه. معاكي حد ولا لوحدك؟ لا لوحدي وبطول. امال الولا اللي معاكي ده ايه؟ ده عرباجي مدوخاه معايا من طلعه النهار. يا اختي طب انزلي يا اختي من العربيه وتعالي نسقوكي حاجه. يا مرحبا، اتفضلي يا اختي، اهلا وسهلا، استريحي. الله يكرمك يا ذوق. قولي لي يا اختي انت من انهي بلد؟ من كفر الزيات. وجايه من كفر الزيات لوحدك؟ لا انا جيت مع جوزي. الله، انت مش لسه قايله ان انت عايزه مطرح لوحدك؟ اصل جوزي مسافر. حد يسيب الحلاوه دي ويسافر؟ يا اختي بيجري على اكل عيشه مسكين. تحبي قطع الحب وسنينه؟ اصل هو اللي خدني من الهم وستتني. هم ايه؟ الرقص يا اختي، اصلاني كنت بشتغل رقاصه وهو خد لي مطرح في الازاريتو، بس اتخنقت من السكنه هناك قلت نغيره. وماله؟ ما هو البخت لما ينقلب نغير له العتب. انت اسكندرانيه يا اختي؟ اللي بيستحلى عيشه اسكندريه بيبقى من اهلها. بس انا من الشام، اصلي شاميه. ونعمه الناس،
انتي بان عليكي ست جدع، والظاهر كده ان كل الشوام ناس جدعان. ده بس من اصلك وذوقك. بقول لك ايه، ايه رايك في البيت اللي قصادي ده؟ ده حاجه حلوه خالص. ده في اختي مطارح فاضيه، ولو مفيش نفضيلك. انت قلتي لي اسمك ايه؟ سكينه. عاشت لساني، محسوبتك مريم. نعمله بقى معاكي الانسانيه. تشربي ايه؟ مش بس نشوف المطرح الاول. اعتبري نفسك سكنتي. ام احمد الكركوبيه صاحبه البيت صاحبتي، ما تتخيرش عنك، وعمرها ما تاخر لي طلب ابدا. يا اختي ربنا يخليك. يخليكي. اسمعي بقى يا سكينه، احنا هنبقوا جيران واصحاب. اي حاجه تعوزيها من كفه شيء تطلبيها مني وما تتكسفيش. انا هنا الكل في الكل، او تقدري تقولي كده انا راجل الحته. راجل ده ايه؟ ده انت حلوه وزي القمر والف من يتمناكي. بس تقولي لمين ومين يسمع؟ يا اختي ده انا من ساعه ما اتطلقت وانا قاعده زي ازازه الخل، كل اللي بيتقدموا لي طمعانين في القرشين اللي حقتي. اسره، قلتي لي بقى هتشربي ايه؟ يا مرحب يا مرحب، نورتي الحاره يا سكينه. ما تحرمش منك يا معلمه ماري. نيجي نساعد يا اختي. كتر خيرك يا حبيبتي، شايلاكي الوقت عوزك. هما دول ولاد اختك؟ ايوه، بديعه ومحمود. تعالى يا ولا. يلا بعد ما تخلصي تعالي نشربوا الشاي ونحكي. ها يلا. أني لما لقيتك عوقتي قلت نجيلك نشربه معاكي الشاي. وليه تعب نفسك بس يا ماري؟ وهنتغدوا مع بعض النهارده. ده كتير قوي يا اختي. يا بنت احنا بقينا اخوات، ربنا يعلم انا قلبي انفتح لك ازاي. وانا والله حاسه ان بقى لي اخت تانية. تعالي يا اختي اقعدي. تعالي قولي لي يا سكينه، انت شغاله اليومين دول ولا هقعد ليا؟ اديني بلقط عيش من هنا ومن هنا. رحت اشيل تراب لما وسط انقطع، وكانوا بيدونا كل واحد نص فرن. واديني ببيع الروتريه في الشوارع. وعلى ايه وجع القلب والبهدله دي؟ طب اعمل ايه يا مريم؟ دبريني يا اختي. جوز اختي قاعد بعيالها عندي لغايه ما تخرج من السجن، وانا اللي بجري عليهم. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تشتغلي عندي في القهوه. يا اختي هشتغل ايه؟ بدل الصبي بتاعك اقدم للزباين شاي وقهوه؟ لا يا بنت، ترقصي لهم. ارقص؟ لو انت ناويه تقلبي القهوه مولد. يا عبيط يا عبيط، القهاوي دلوقتي بتشد الزباين بالراس. يجي واحد بطابلة واحد بصفارة، وتيجي واحدة ترقص لهم وتلم النقطة، النص ليها والنص التاني للقهوة. النبي انت فايقة ورايقة يا مريم. الله، مش أحسن من تعبك اللي من غير فايدة ده؟ ده انت أقل في اليوم هتطلعي لك بست سبع قروش، ده غير بقى كمان المشاريب اللي هتشربيها ببلاش. لا معلش، أصل جوزي لو رجع ولقاني كده هيبهدلني وقليل ما طلقني. الله، انت مش قلتي لي إن هو واخدك بترقصي؟ ما هو واخد عليا عهد إني ما أرجعش أرقص تاني.